نبقى في ملف كورونا، حيث أعيد إغلاق العديد من الأماكن في طهران وعدد من المدن في محافظات إيرانية أخرى. جاء ذلك مع زيادة أعداد المصابين بكورونا وتسجيل إيران قبل أيام أعلى معدل للوفيات منذ بدء انتشار الفيروس في فبراير الماضي. وبهذا القرار تلتزم جميع الجامعات والمدارس ودور السينما والمساجد بالإغلاق مدة أسبوع واحد. وللمزيد ينضم إلينا من طهران مراسلنا ياسر مسعود. أهلا بك ياسر، يعني لماذا لم تغلق جميع المرافق خصوصا مع ارتفاع أعداد الوفيات منذ بدء الجائحة في إيران؟ بداية صبا عودة الإغلاق هي تأتي على خلفية الارتفاع الملحوظ الذي شهدته البلاد عموما والعاصمة تحديدا وبعض المحافظات الأخرى، ارتفاع في أعداد الوفيات وكذلك الإصابات، وبالتالي هو ما أدى إلى إعادة اتخاذ قرار إغلاق بعض المراكز التي ذكرتيها فيما يتعلق بالمؤسسات العلمية والثقافية وكل التجمعات في البلاد. ولكن لم يتم اتخاذ قرارات بشأن الأسواق على سبيل المثال والبازار الإيراني عموما، على اعتبار أن الحكومة لا تسعى لا تخلق أزمة جديدة معيشية في ظل الأزمة التي تواجهها البلاد الاقتصادية، وبالتالي تتحاشى اتخاذ قرارات تمس إغلاق الأسواق. ولكن هذا لا ينفي أن هناك تحذيرات في العاصمة وجهت إلى نحو 10 مجمعات تجارية في العاصمة كبيرة تشهد زحام حامات كبيرة، ويعني لم يتم الالتزام بارتداء الكمامات. وجهت تحذيرات لها في حال عدم الالتزام سيتم إغلاقها بالشمع الأحمر. ولكن في العموم القرارات التي تتعلق في القطاع الاقتصادي عموما تأتي متأخرة إذا ما زاد ارتفاع الإصابات مرة أخرى. كيف هو العبء على القطاع الطبي والصحي ياسر في هذا الوقت؟ انخفض كثيرا خلال الأشهر، يعني خلال الشهرين الأخيرين مقارنة بالأشهر التي سبقتها، على اعتبار أن هناك كان انخفاض في معدل الإصابات، هناك ارتفاع في معدل المتعافين. لذلك بعض المراكز خلت من أو بعض المستشفيات خلت من الإصابات بالكورونا واقتصرت على مراكز محددة، ولكن عادت مرة أخرى. ولذلك اتخذت السلطات قرارات حادة تحديدا فيما يتعلق بارتداء الكمامات، خاصة وأن هناك أرقام من قبل وزارة الصحة الإيرانية تشير إلى أن نحو 90% من أسباب تفشي الفيروس في العاصمة يعود إلى التجمعات العامة وتحديدا المراكز الرياضية وغيرها. نعم. من التجمعات الثقافية. شكرا لك جزيلا ياسر مسعود من طهران.